أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته جامعة مونموث أن الحماسة بشأن مباراة العودة عام 2024 بين الرئيس بايدن والرئيس السابق ترامب تتزايد ببطء مع اقتراب الانتخابات العامة، إذ أعرب 39% من الناخبين عن ترقبهم لنتائج الانتخابات. وعلى الرغم من أن الحماس قد يكون في ازدياد، إلا أن غالبية الناخبين ما زالوا لا يتطلعون إلى نوفمبر. منظمو استطلاعات الرأي أشاروا إلى أن حوالي 60% عبروا عن حماس ضئيل أو معدوم بشأن رؤية ترامب أو بايدن في اقتراع نوفمبر. الاستطلاع لاحظ الحماس لدى الحزبيين، خاصة لدى الجمهوريين الذين أعرب نحو 63% منهم عن حماسهم لمباراة العودة، مقارنة بنحو 36% من الديمقراطيين و27% فقط من المستقلين. متوسط الاستطلاعات يشير الآن إلى تقدم ترامب بأقل من نصف نقطة على بايدن في المنافسة المباشرة.